حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، وردني سؤال عن البلاء، هل المؤمن خلق ليبتلى؟ خلق ليعيش فقيرا ويعاني من المصائب والشدائد والمشاكل، بينما الذين لا يؤمنون بالله نجدهم يتنعمون ويخترعون ويمارسون الرفاهية ويستغلون العلم ويعيشون حياة آمنة مطمئنة. طيب، هل هذا حال المؤمن؟ يعني هل هذا الأمر صحيح؟ أو هل هذا الأمر صحي بالنسبة للمؤمن؟ طبعا هناك بعض الذين يعني نجدهم على اليوتيوب وغيرهم يقولون: يا أخي، أنت لم تخلق من أجل البلاء، يجب أن تغير الواقع بنفسك، يجب أن تثق بقدراتك، يجب أن تقوم أنت بالتغيير، أنت من سيحدث التغيير، لا تستسلم. حتى إن هؤلاء يكذبون الأحاديث الصحيحة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون: لا يمكن أن يكون حال المؤمن سيء أو في حالة صبر وحالة مشاكل وفقر وكذا، وحال الكافر أفضل منه في الدنيا. طبعا أيها الأحبة، هؤلاء الذين تسمعونهم عبر مواقع الإنترنت وسائل التواصل الاجتماعي يبيعونكم الوهم، يبيعك الوهم. يعني مثل من يقول لك: كيف تصبح غنيا؟ كيف تكسب المال؟ كيف كذا؟ كيف كذا؟ وبالنتيجة كل واحد لا يأخذ إلا ما كتبه الله له، مهما عمل لن تأخذ إلا ما قدره الله لك. دعوني يعني أحل مشكلة البلاء، مفهوم البلاء أيها الأحبة. ما هو البلاء أيها الأحبة؟ قبل أن إذا أردنا أن نفهم البلاء، يجب أن نفهم لماذا نحن موجودون هنا في هذه الأرض، لماذا خلقنا أصلا، وماذا ينتظرنا بعد هذه الحياة. أخي الحبيب، إذا أردت أن تركز نظرتك على الدنيا فقط وتكون من أصحاب الدنيا ومن أهل الدنيا، يكون هذا الكلام صحيحا، أنك يجب أن تسعى وتشغل وقتك في الدنيا، تفكيرك كله للدنيا، تبني في هذه الدنيا، طبعا ثم تموت وتلقى الموت ولا تدري ما الذي يحدث معك. أما إذا كنت تريد الآخرة، الموضوع مختلف. يعني نحن أمام معادلة بسيطة أيها الأحبة، لدينا الدنيا التي قد تمتد لمئة سنة، يعني قد يعيش أحدنا مئة سنة، هذه المئة سنة هي ساعة من ساعات يوم القيامة وليس من الآخرة، لأن الآخرة ممتدة إلى لا نهاية، ما لا نهاية، وأي عدد مهما كبر أمام اللانهاية تصبح قيمته صفراً، لا قيمة له، لأن اللانهاية شيء لا نهائي، هي أكبر من أكبر عدد يمكن أن تتخيله. فما بالك إذا كانت هذه الدنيا عبارة عن ساعة من ساعات يوم، أنت ستقف 50,000 سنة، أنا وأنت أمامنا يوم سنقف فيه 50,000 سنة، هو يوم الحساب. طيب بالله عليكم، يعني أنا أشغل دماغي وتفكيري وحياتي
بهذه الساعة التي هي الدنيا وأترك 50,000 سنة التي سأقف فيها لا أدري ما الذي يصيبني وماذا ينتظرني وماذا قدمت لذلك اليوم؟ لذلك أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يعني حدد موقفك، تريد الدنيا أهلا وسهلا، سيؤتيك الله وسيعطيك كل ما تريد. استمعوا إلى هذه الآية الخطيرة أيها الأحبة من سورة هود عليه السلام: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. إذن إنسان يريد زينة الحياة. ما هي زينة الحياة الدنيا؟ القرآن يجيبنا في آية أخرى، قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إذن إذا كنت تريد المال والأولاد، الأولاد يعني هنا كثرة الأولاد ترمز للقوة أحيانا، لكثرة العدد، يعني أنت تريد القوة وتريد المال، إذن أنت تريد زينة الحياة الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، ما هي النتيجة؟ معادلة رياضية: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إذن ستأخذ حقك كاملا، لا تبخس ولا شيء. تريد أن تخترع طائرات، الله عز وجل مكن الإنسان من اختراع الطائرات، من اختراع الصواريخ. تريد أن تخترع غواصات، وسائل نقل، وسائل اتصال، وسائل تكنولوجيا رقمية، عندما فكرت بذلك وأردت ذلك، الله قدر لك ذلك ويسر لك هذا الأمر. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ولكن ما هي النتيجة؟ يعني أنا حصلت على الدنيا، المال، القوة، السلطة، حصلت على هذه الأشياء. طيب ما هي النتيجة؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لأن عملك هذا الذي أنت تعمله الآن من بناء واختراعات ومشاريع، سيدمر كل من عليها فان. أنت تعمل من أجل شيء سيدمر فيما بعد، لن يستمر للأبد. إذن طيب أنا أريد الآخرة. إذا أردت الآخرة رزقك الله الدنيا أيضا. أيضا هذه معادلة مهمة أيها الأحبة. لن تستطيع أن تستمتع بالدنيا المتعة الحقيقية، الحياة الطيبة، السعادة الكاملة، إلا إذا كان همك الآخرة. انظروا أيها الأحبة، الذين لديهم المليارات يقول لك: أنا غير سعيد. لديه المليارات، لديه القوة، الشهرة، المال، غير سعيد. أحيانا نجد شخص يتبرع بثروته كاملة على أمل أن يشعر بالسعادة. إذن أنت لماذا أفنيت عمرك في التفكير بهذه الدنيا وجمع المال ثم وزعته هكذا؟ إذن أيها الأحبة، هنا ملمح خطير جدا. يجب أن نوسع نظرتنا. الذي يقول لك إن هذه الدنيا ليست دار بلاء، هذا يناقض كلام الله. قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله يقول لي ولك وله في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والبلاء، ما هو البلاء أيها الأحبة؟ ربما يضلونكم في تعريف البلاء. البلاء منه الجوع، منه الفقر، منه مصيبة الموت، الظلم، هذا بلاء. الله تعالى يقول في سورة البقرة: ولنبلونكم. الخطاب لمن هنا؟ بالله عليكم،
للأغنياء للمشاهير أم للمؤمنين؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف. أنت إذا كنت في موضع خوف، تخاف من حاكم ظالم، تخاف من المستقبل، تخاف من المجهول، تخاف من الفقر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. طيب من هؤلاء الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا يقولون؟ طيب بالله عليكم، هذا حديث الله وليس حديث فلان وفلان يبيعون الوهم للناس. يبيعك الوهم ويعطيك جرعة زائدة من الحيوية والطاقة، تشعر أنك ملكت الدنيا، ولكن وهم فارغ، أنت لم تمتلك أي شيء، مجرد كلام وطموحات لا تتحقق إلا بما قدره الله عليك أو كتبه الله لك. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هؤلاء أيها الأحبة الذين اختارهم الله للجنة يجب أن يصبروا، لا يوجد حل آخر، وما يلقاها إلا الذين صبروا. كل الأنبياء صبروا صح؟ هل أنا أفضل من الأنبياء حتى أقول أنا سأنعم بالدنيا وسأغير الواقع وسأعمل وكذا كذا إلى آخره؟ يعني هل أنا أفضل من الأنبياء؟ لا، أنا أريد أن أكون مثل هؤلاء الأنبياء الكرام، أريد أن أكون مثل حبيبنا عليه الصلاة والسلام. أكثر الناس أوذي في الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس صبر وتحمل هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد استهزئ برسل من قبلك. النبي مضى على وفاته عليه الصلاة والسلام أكثر من 14 قرنا وحتى الآن يؤذى. انظروا إلى الذين يستهزئون بالنبي وبالقرآن ويشتمون النبي صلى الله عليه وسلم بكل وقاحة. النبي يصله ثواب هذا الاستهزاء وهو حي في قبره صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان الأنبياء استهزئ بهم، والأنبياء كانت صفة الصبر صفة إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، سيدنا أيوب، صفة الصبر يعني صفة عظيمة جدا أيها الأحبة، تدخلك الجنة. لذلك أحبتي في الله لا تنخدعوا بهذا الكلام الفارغ الشعارات، دققوا وقارنوا هذا الكلام مع كلام الله. قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله يريد الآخرة لا يريد الدنيا، الله يريد الآخرة، هذا بنص القرآن الكريم. طيب أنا أريد الآخرة، إذن أنا يجب أن أعمل، والرصيد الذي سأتزود به سينفعني في الآخرة وليس في الدنيا. إذا تزودت بالمال، المال سيفنى ويبلى، تزودت بالطعام ستتركه وتذهب، بالعقارات ستترك كل شيء وتذهب، لا تأخذ معك إلا عملك الصالح. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن أحبتي في الله، العبد الذي يبتليه الله كثيرا ثق تماما هذا عبد يحبه الله، هكذا يقول القرآن. الملائكة ماذا تقول للمؤمنين الذين يدخلون الجنة؟ سلام عليكم بما بنيتم في الدنيا، سلام عليكم بما استمتعتم في الدنيا. لا، سلام عليكم بما صبرتم. الصبر يكون على ماذا بالله عليكم؟ يعني واحد إذا كان لديه كل شيء كيف يكون صابرا؟
الصبر على الزوجة السيئة، الصبر على الظلم، الصبر على نقص الأموال، الصبر على موت قريب لك، ابن أو أخ أو أب، الصبر على أذى الناس، استهزاء الناس، كل هذه الأنواع من الصبر تجدها أمامك يوم القيامة، فتقول لك الملائكة أثناء دخولك الجنة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين وأن يرزقنا الدار الآخرة، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.